بسم الله، السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. وما تنساوش ديروا لايك وتكليكوا على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم. وفي هذا الفيديو غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال تحضير البصاره جبليه، بصاره على حقه وطريقه. كما كتعرفوا كاين اللي كيبغي البصاره ديال الجبنه بوحدها اولا البصاره ديال الفول بوحدها. انا اليوم اخترت ان ندير لكم البصاره ديال فول الجبانه. كتاخذوا الفول الاولاني كتنقيوه مزيان اللي يكون فيه شي حجار ولا شي قشره ولا يكون صوص. كتغسلوه مزيان، كتكونوا ديجا درتو الكوكوط فوق البوطه كيغلي الماء. ملي كيغلي الماء كديروا الفول والجبانه على. والسر ديال النجاح ديال البصاره هو ديك الكشكوش اللي كطلع منها. ملي كديروها فوق البوطه كتغلى هذاك الفول والجبانه، مع الغليان كتبقى تكون كشكوشه الفوق كتكون مره. هذيك الكشكوشه خصها تحيد، ما خصهاش تبقى طيب مع الفول. كتحيد كتقعد جوج مرات كتحيد هذيك الكشكوشه كامله. كتزيدو الزيت بالديه، كتزيدو مزاودي بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي شويه محاره. كتزيدو الثوم، زيت ثوم ونزل، وكتسدو عليها الطين مزيان. انا كيف ما كتشوفو معايا هنايا ان شاء الله تشوفو معايا في الفيديو، حليت عليها وقت اللي في المازال مبقاتش فيها غير تسكيت عليها ورجعتها خليتها طيب مزيان. هي خاصها طيب على بطا مهيلة باش متلصقلكوش ومتحرقش. هنايا عاودت حليت عليها